ملفنا الثاني للنقاش عن ليبيا، قتلى وجرحى جراء الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، والجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري لوقف العنف. وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا أفادت بمقتل 23 شخصا وإصابة 140 آخرين، أغلبهم من المدنيين، خلال الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس. وأمس السبت اندلعت المواجهات وسط طرابلس بين قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى موالية لرئيس الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشغة. وفضلا عن الضحايا، خلفت المواجهات أضرارا كبيرة بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ولاقت هذه الاشتباكات ردود فعل محلية ودولية مستنكرة وداعية إلى وقف الاقتتال والعمل على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن. الجزائر من جهتها أعربت عن قلقها البالغ لتطورات الأوضاع في العاصمة الليبية إثر تجدد المواجهات المسلحة، ودعا بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج جميع الأطراف الليبية إلى السعي الفوري من أجل إيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار بكل مسؤولية. معنا عبر الهاتف من مصر الدكتور محمد اليمني، خبير في العلاقات الدولية. صباح الخير دكتور، مرحبا. شكرا على الاستضافة. أهلا بك دكتور محمد اليمني. بداية، كيف تعلق على كل هذه التطورات الأمنية في ليبيا التي يبدو أنها متسارعة؟ هناك معلومات وأخبار متضاربة، يعني عدد القتلى 23 وجرحى بالعشرات. هناك بعض المعلومات تقول أن العمليات شبه انتهت في هدوء، ومعلومات أخرى تقول ما زالت الأرتال تتقدم يعني باتجاه طرابلس من مصراتة. صحيح أستاذي الكريم، هذا الذي كنا نقوله ونتنبأه منذ أقل من 13 أو 14، وقلنا أن ليبيا مقبلة على تقسيم كبير جدا على الأراضي الليبية، وهذا نقطة غاية في الأهمية. يعني نتكلم دلوقتي على الأزمة والتقسيم. أقول لك الذي وصل إليه ليبيا الآن في الوقت الحاضر بخصوص عبد الحميد الدبيبة، وهذا التعنت الكبير من جانبه، لأنه متمسك بالسلطة. وكما نعلم أيضا بأن فتحي باشغة الذي جاء من قبل مجلس النواب، هذا وذاك، سواء حتى عقيلة صالح أو خالد المشري، وهؤلاء الأجسام المنتهية صلاحيتهم منذ أكثر من 10 سنوات أو 7 سنوات، وهم في يعني المؤسسات المختلفة، كلهم يحلمون. وأقول لك على معلومة غاية في الأهمية، هؤلاء يتمسكون بالسلطة ولا يتمنون أن يكون لدى الليبيين انتخابات، أيا كان انتخابات يعني تشريعية أو انتخابات رئاسية، ولا أيضا يوجد استقرار، لأن عدم الاستقرار يعني هدف كبير لديهم بخصوص جني المال وبخصوص أيضا هذه المراكز في هذا التوقيت. ولكن بخصوص عدد القتلى، يعني منذ وقف إطلاق النار في عام 2020 وهذا الاتفاق الذي تم بين الجانبين، لم نسمع هذا الاقتتال منذ السنوات الماضية، كنا نسمع صراعات هنا وهناك. ولكن هل الغرب بالفعل يريد تقسيم ليبيا كما تم تقسيم السودان وما شبه السودان في النماذج التي نعلمها؟ أقول لك نعم، لأن الملف الليبي منذ سابق كان في المرتبة الثانية أو الثالثة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولدى أيضا الدول المعنية مثل تركيا، مثل روسيا، ومثل الدول الإقليمية المجاورة. ولكن في الوقت، نعم أستاذ، في ظل ما يحدث في طرابلس حاليا، كل هذه المعطيات أمام أي سيناريوهات تضع ليبيا اليوم؟ نعم أستاذي، لم أسمع. تحدثت وقلت عن أنه ما يحدث اليوم في ليبيا، يعني حاليا في طرابلس، يعني الاشتباكات المسلحة، أي سيناريوهات يعني سيضع ليبيا؟ أستاذي الكريم، الذي هو أيضا يسيطر على طرابلس وغرب البلاد هم الميليشيات بمختلف أنواعهم ومختلف أسمائهم، لأن لديهم الإمكانيات، لديهم إمكانيات سواء عسكرية أو قاعدة عسكرية، وأيضا لديهم الإمكانيات المالية، لأنهم يتم تمويلهم
من قبل عبد الحميد دبيبة، لأن كما نعلم في الأيام الماضية والأشهر الماضية القليلة جدا كنا نسمع أن عبد الحميد دبيبة يدفع لهم الملايين حتى يتم تأمين يعني المؤسسات الحكومية ويتم تأمين حتى منصبه. عبد الحميد دبيبة أستاذي الكريم الآن يتكلم على الانقلابات العسكرية ويتكلم على الانقلابات بشكل عام ويقول الآن لن نسمح بهذه الانقلابات. أي انقلابات عبد الحميد دبيبة في هذا التوقيت؟ عبد الحميد دبيبة قال حكومة الوحدة متمسكة بمواصلة المهام بطرابلس. عن أي مهام يتحدث اليوم؟ أستاذي الكريم هو يتخبط الآن، المركبة تغرق، وأقول لك أن بعض القادة الليبيين يتم الآن الخروج والهروب حتى لم يتم ملاحقتهم في الأيام المقبلة من هذه المركبة التي، وأنا أقول لك أن عبد الحميد الدبيبة يلتقط أنفاسه الأخيرة في هذا التوقيت. طب ما الحلول أستاذي؟ تكلمنا كثيرا، الحلول كانت في أيدي القادة الليبيين حتى كانوا يحلمون بهذه الانتخابات في 24 من ديسمبر في العام الماضي. أقول لك الأيام تجري سريعا والأشهر تجري سريعا، وكأننا كنا نتكلم على هذه الانتخابات ومقبلين عليها، والآن نحن في شهر أغسطس في هذا التوقيت، يعني باقي على آخر السنة أقل من 4 أشهر، وكنا نتمنى أو كان الليبيون، وأقول لك أيضا أن هذا العدد الضخم 2,800,000 صوت أستاذي الكريم، إن هذا دل يدل على أن الليبيين كان يتمنون الاستقرار، ولكن أقول لك بأن هذه الحكومات المتعاقبة على ليبيا وهذه الأجسام هي أيضا تتعامل على أمر واقع أستاذي الكريم. نعم. هذا الدكتور محمد اليمني، هل هي مناوشات الآن يعني متقطعة إن صح التعبير أم بداية مرحلة حسم؟ لأن يبدو الإطار العام والإقليمي الآن والدولي مشغول عن ليبيا، هذا الأمر ربما يسمح لبعض الأطراف الداخلية أن تتحرك، ما رأيكم سيد يمني؟ نعم أستاذي الكريم، الآن جاءت الفرصة للذين يعبثون ويعبثون بمقدرات الدولة ويعبثون أيضا بخيرات الدولة ويعبثون أيضا بالمواطنين الليبيين أستاذي الكريم. السيناريوهات المقبلة على ليبيا كثيرة جدا، ومنها أقول لك بأن هذه يعني الخوف، كل الخوف أن ليبيا تنطلق إلى حرب أهلية شرسة، لأن يوجد تعنت من كلا الطرفين، فتحي بشاغة يريد دخول طرابلس ويريد أيضا طرد عبد الحميد الدبيبة، تكلم معه يعني في مؤتمرات كثيرة وتكلم عنه ولابد من انسحاب عبد الحميد الدبيبة، وعبد الحميد الدبيبة لم يسمع لأي من هذه التصريحات ولا يسمع أيضا لأي شيء. حتى أقول لك بأن الذي كان متحالف مع عبد الحميد دبيبة سواء تركيا وسواء الولايات المتحدة الأمريكية وسواء حتى بريطانيا، الآن هو كرت يعني مكشوف وكرت محروق كما يقولون بخصوص عبد الحميد الدبيبة، لأن عبد الحميد دبيبة عندما جاء حتى لخارطة طريق معينة، أقول لك بأن هذه الخارطة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع. لماذا أستاذي الكريم أتكلم كثيرا وأقول لك عبد الحميد الدبيبة أخيرا حتى في عجالة سريعة أستاذي الكريم، لأن السبب الأكبر في هذه الصراعات هذه الموتى، وتمت يعني تصفية أكثر من 23 حالة وفاة حتى هذه اللحظة، وأقول لك أن هذا العدد سوف يزداد مرة أخرى، لأن هذا الذي حدث كان مخططا من قبل عبد الحميد دبيبة. بين حكومتي بشغة ودبيبة يعني هناك توازي شرعية لحديث عن عملية انتخابية قريبا، وربما الفاعل الدولي ما زال حاضرا يعني في مشهد ليبيا اليوم، ما السبيل في رأيك دكتور إلى إنهاء حالة المروحة يعني السياسية هذه؟ أقول لك إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي هذه الحرب سواء داخلية أو خارجية أنهتها أستاذي الكريم، وأقول لك ما وراء عدم الانتخابات أو إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي أستاذي، ألا وهي الولايات المتحدة عندما استشعرت
وبالفعل تأكدت أن سيف الإسلام مدعوم من قبل روسيا، وكما نعلم المشاكل الكثيرة حتى يعني لم نعد الكلام مرة أخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا أوقفت هذه الانتخابات أستاذي الكريم. ولكن أقول في عجالة فقط لأن الوقت داهمنا دكتور محمد اليمني. نعم أستاذي الكريم في عجالة سريعة أقول لك لابد من الداخل الليبي سواء الحكومة حكومة فتحي بشاغة وسواء عبد الحميد الدبيبة ينظرون إلى المصلحة العليا وينظرون إلى مصلحة الشعب الليبي وينظرون أن الآن ليبيا لم تمر بهذه الأزمة الطاحنة المواد الغذائية والاقتصادية في كل أركان الدولة منذ أكثر من سنوات كثيرة حتى في عهد الرئيس الأسبق الذي تم إسقاطه من قبل الليبيين معمر القذافي كان يعيشون حياة إلى حد ما يعني ممتازة جدا. شكراً جزيلا لك كالدكتور محمد اليمني الوقت داهمنا خبير في العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك.